السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي بالدرس الثاني من دروس الفصل الثاني المعادلات التكاملية اللي هي حل معادلة فريدهولم التكاملية والطريقة الثانية اللي هي Modified Decomposition Method، تعتمد كفكرة رياضيا على طريقة الدوميان ديكومبوزيشن ميثود. الفرق الأساسي بهذه الطريقة هي قسمة الـ f of x، يعني اللي الحد اللي يحدد تجانس وعدم تجانس معادلة فريدهولم التكاملية إلى جزئين أو ثلاث حسب الحد. ليش نجزئ هذه الطريقة؟ يقول لي minimize the volume of calculation and reduce the several integral، يعني راح نقلل حجم الحسابات ونختصر التكامل، عدة تكاملات نسويها بدال ما تكاملات كثيرة راح نقلل عدد التكاملات اللي راح نستخدمها. الفكرة اللي بيها f of x راح نجزئها f not of x زائد f1 of x ونعوضها بمعادلة فريدهولم التكاملية، راح نحصل هذا الجزء وبعدين نجي نعوض ال u of x بسميشن يو ان اوف الاكس من صفر للما لا نهاية، راح نحصل الى هذه نفس الفكرة اللي استخدمت بطريقة الدوميان ديكومبوزيشن ميثود. هنا راح نجي نقول الحد الاول يساوي الحد الاول، بدلا ما ناخذ مجموع الاف اوف اكس راح ناخذ جزء واحد، فيصير اليو نوت اوف الاكس تساوي اف نوت اوف الاكس، واليو ون اوف الاكس راح يساوي اف ون of x زائدا لم داتا كامل يونت of تي دي تي، يعني هذه اللي صارت. واخر اليو 2 راح يصير عندي اليو 2 of x يساوي تكامل لمدا تكامل من a لل b k of x بتي 1 of تي دي تي. فتصبح العلاقات التكرارية لهذه الطريقة بدل ما كانت اثنين بالطريقة السابقة، هنا راح تكون عندي ثلاثة، اليو نوت اوف الاكس تساوي اف نوت اوف الاكس، واليو ون اوف الاكس يساوي اف ون اوف الاكس زائدا لمدا تكامل من اي للبي النواة يو نوت اوف التي دي تي، واليو ان اوف التي اوف الاكس يساوي لمدا تكامل من اي للبي كي اوف اكس بتي يو ان اوف التي دي تي. الفرق هناك كانت تبدي اكبر او يساوي الصفر، هنا ان اكبر او يساوي الواحد. خلينا نفتهم هذه الطريقة أكثر باستخدام أمثلة. المعادلة 48 تمثل معادلة فريدهولم التكاملية والنواة مالتها هي XT والأوف أوف الأكس هو إي تو ذا 3 أكس ناقصا 1 على 9 في 2 إي تو ذا 3 زائدا 1 الكل مضروب بأكس. راح ناخذ الاف نوت اوف الاكس هو اي تو ذا 3 اكس اللي هو الجزء الاول، وناخذ الحد الثاني هو اف 1 اوف الاكس. فنجي راح نفرض اليو نوت اوف الاكس هو اي تو ذا 3 اكس، واليو 1 هو اف 1 اللي هي هذه ناقص 1 على 9 2 اي تو ذا 3 زائد 1 الكل مضروب باكس زائدا التكامل اكس تي النواة اليو نوت اوف تي هي اي تو ذا 3 تي دي تي. هنا نستخدم اليو دي في، راح تشوفون النتائج اللي تطلع من هذا التكامل هو نفس الناتج مال هذه، راح يطلع الناتج بالتالي صفر، وما دام اليو 1 صفر بالتالي راح يطلع عندكم اليو 2 صفر الى اخره، فتبقى فقط هي الحدود اليو نوت اللي هو شنو اي تو ذا 3 اكس اللي يمثل حل المعادلة التكاملية، لان الحدود من الواحد فما فوق طلعت يساوي صفر. مثال ثاني اللي هو يو اوف الاكس يساوي ساين انفرس الاكس زائد باي على 2 ناقص 1 في الاكس ناقص التكامل من صفر الى 1 اكس في اليو اوف التي دي تي. هنا راح ناخذ الاف نوت اوف الاكس هو ساين انفرس الاكس، واف 1 اوف الاكس هو باي على 2 ناقص 1 في الاكس. نجي اليو نوت هو اف نوت اللي هو يو نوت
راح ناخذ الساين انفرس اكس، واليو 1 راح ناخذ هو باي على 2 ناقص 1 اكس ناقص التكامل الاكس في اليو نوت اوف التي اللي هو ساين انفرس التي دي تي. فراح يطلع عندي التكامل هنا باي على 2 ناقص 1 ايضا راح يصير صفر، وبالتالي راح يتحكم عندي الحل بالحد الاول اللي هو اف نوت اللي هو شنو ساين انفرس الاكس. مثال ثالث او مثال رقم 6 راح يكون عندي اليو اوف الاكس ساين انفرس الاكس زائد كوساين اكس ناقص 2 اكس زائد باي على 2. هنا تشوفون الاف اوف اكس عبارة عن 4 حدود، فجزئ الاف اوف اكس الى جزئين، كل جزء يحتوي على حدين، فالحد الاف نوت اوف الاكس ساين الاكس زائد كوساين اكس، والاف اوف اف 1 اوف الاكس هو ناقص 2 اكس زائد باي على 2. النواة هنا عندي الاكس ناقص التي. لما نجي نعوض اليو نوت ناخذها اول جزء، واليو 1 راح ناخذها اف 1 اوف الاكس زائد التكامل، وراح يطلع ايضا صفر، وبالتالي راح تشوفون الناتج هو يطلع فقط الاي اليو نوت اللي هو يمثل اف نوت اللي هو ساين اكس زائد كوساين اكس. ومثل ما تشوفون الحسابات كلها هنا صار بها شرينك يعني قلت. المثال رقم 7 اللي هو المثال الرابع بهذه الطريقة، اليو اوف الاكس يساوي هنا عندي 6 حدود اخذنا جزئناهن كل 3 تمثل الاف نوت يساوي 1 زائد اكس زائد السيكا تربيع اكس، والاف 1 هو ناقص 32 اكس تربيع ناقصا 8 باي اكس تربيع ناقصا باي تربيع اكس تربيع. هنا النواة هي 32 اكس تربيع ومعرفة بالفترة من صفر الى باي على 4. نجي راح ناخذ اليونوت اوف الاكس هو 1 زائد اكس زائد سيكا تربيع، واليو 1 هو الاف 1 زائد التكامل، وهذه ايضا راح تطلع صفر، وبالتالي راح يبقى الحل هو فقط الجزء الاول من الاف اوف اكس اللي هو اف نوت اوف الاكس واللي يمثل يو نوت اوف الاكس 1 زائد اكس زائد سيكا تربيع. والنويز تيرم فينومينا احنا حكيناها بالطريقة السابقة، لما يطلع عندي حدود تتكنسل مع الحدود الاخرى. فمثال على ذلك نختصرها بمثال واحد، لما يصير عندي اليو نوت اوف الاكس هو اكس كوساين اكس زائد 2 اكس، واليو كي زائد 1 يساوي اكس يو كي اوف التي دي تي والكي اكبر يساوي الصفر. لما نجي اليو نوت نوجدها هو اول حد اللي هو اكس زائد اكس كوساين اكس زائد 2 اكس، واليو 1 راح نطبق الشروط مالتها اللي هو من صفر الباي اكس في اليو نوت اوف التي دي تي، فراح يطلع لي ناقص 2 اكس باي على 2 باي تربيع عن الاكس. لو تشوفون هذا ناقص 2 اكس راح تروح مع ال 2 اكس، والباي تربيع اكس راح تروح مع اول حد من الحدود للثانية، وبالتالي راح الحدود تتآكل مع بعض ويبقى فقط الاكس كوساين الاكس. هذه الفكرة الرئيسية من طريقة الكنسل تيرم، يعني هذه ما تعتبر طريقة وإنما هي راح تطلع بأحد الأمثلة أو بأمثلة معينة تتآكل الحدود مع بعضها ويبقى حد واحد أو حدين. شكرا جزيلا للاستماع ونلتقي بدروس قادمة.